كلمني يا حلو العيون، غيرني صمتك يا حنون. كلمني يا حلو العيون. الفنان محمد مرغني مطرب من الجيل الذهبي، امتاز بأدائه الخاص وإحساسه المرهف بأغنياته، ولكن خلف شخصية المطرب الشهير كان يلوح من البعد وجه المعلم والمربي الذي خرج أجيال من التلامذة وتنقل بين المدارس ينير الطريق، وجه من عدة وجوه نبحر معه في أجملها. بيفرق كتير حسب كل يوم يمر، بيفرق كتير. السلام عليكم ورحمة الله. الوجه الأجمل، أهلا بكم. ننقب في كل حلقة عن كل ما هو جميل. شخص من بلادي، سوداني الأصل والهوى. هذه الليلة كما قدمه لكم التقرير أستاذ مرغني محمد ابن عوف، هذا هو الاسم المسجل في الأوراق الثبوتية، ولكن اسم الشهرة والاسم المعروف به عند الناس هو محمد مرغني. أهلا بك كثير على الوجه الأجمل. الاسم الأول بتاع الحكومة نفضل بنصدقون ما هي. أهلا بك كثير، وأنت اليوم ضيف على غير العادة، وكما ذكرنا في التقرير من الجيل الذهبي. أنت من مواليد بحري ومواليد أم درمان، ولكن كل المراحل التعليمية كانت في بحري. نتحدث عن تلك الفترة، وبالتأكيد بتحمل معك كثير من الذكريات الجميلة مع الرفاق والأصدقاء والأهل هناك. شكرا لك، وأمسي على المشاهدين، مساكم خير. حقيقة زي ما قلت، أنا نحن مواليد الأربعينات، وأنا مولود في أم درمان، وقريت زي حاجة بسموها في زمننا ذاك تحضيري. تحضيري دي هي الروضة، ما كان في الروضة بمعناها الحسي. تحضيري ده فصل أول تقعد فيه، يتلموا أطفال الحي يقعدوا ويسمعوا لهم، يحفظوا لهم صورة صورتين، يكتبوا لهم حرف حرفين، بعد ذلك يخشوا الابتدائي. فقريت أنا تحضيري ده، بعد التحضير ده انتقلت إلى الخرطوم بحري. الكلام ده في الأربعينات، 46 47. في بحري قريت المرحلة الابتدائية، وبعد ذاك ريحت تاني من درمان قريت الأحفاد. والله في الأحفاد يعني الواحد بيتذكر دفعة رائعة جدا من الدفعة اللي الناس بيعرفوهم حسي، أخونا قاسم بدري، 4 سنين مع بعضنا احنا، والمرحوم لاعب المورد نصر جبارة، والمرحوم حبشي لاعب الهلال محمود أبو بكر حبشي قال معانا الأحفاد، وفي لاعب كورة برضه في الأمريكان مدثر قبرصلي برضه هو قال معانا كان، وبرضه اللهم صل على النبي نصر منصور والفاتح عبد الدين حامر نبي نخطاب الهلال بقى حامر، وثاني فيهم من هم اصدقاء الى الان طبعا. الان يعني الفاتح ده كان معي قريب ده، يعني متفارقنا. وبعد انا اخذت لي سنه حقيقه بعد الاحفاد في الخرطوم الاهليه، وكان ناظرها محمد حمزه عليه الرحمه، ويعني برضه من اصدقاء الناس اللي قروا معي الشاعر حسن الزبير والشاعر صلاح الدين حاج سعيد، و اللهم صل على النبي منصفون منصور محمد حسن سعد، وعبد مصطفى خليل، وثاني مين ثاني مين اخواننا السير ابو راس، ودي الناس اللي عبد الرحيم محمد خير الدكتور هو في الاحفاد حسي، وثاني الناس اللي درسوا معانا صلاح مرغني لواء كان ضابط حركه او قائد الحركه صلاح مرغني، وثاني يعني نحن في ظل استعراضنا لكل هذه الاسماء اللي شكلت فعلا. عبد الحي محجوب لانه لو ما ذكرت اسمه هيعمل لي ديه. والاستاذ سركتي طبعا في معهد التربيه الهيتر قبل ما مشينا، واحد المعلمين ورفيق الدرب في العمل ايضا. نعم.
ما حكيت لنا عن سر التسمية برضو. يعني حكيت انه انت معروف لدى كل الناس بمحمد مرغني، ولكن اسمك الحقيقي مرغني محمد. نعم، في الحقيقة هي كانت في جزء من الثانية او جزء من الدقيقة، وانا ماشي اقدم صوتي في الإذاعة او اقدم تسجيل لي كان بالعود لإجازة الصوت، يعني المرة الأولى إجاز. أحمد الزبير كان عنده برنامج اسمه أشكال والوان، البرنامج ده بيقدم الأصوات الجديدة في الساحة الفنية، وكان يعني برنامج مسموع مش أي كلام، يعني الناس كلها يجمع السودان كله بتكون منتظرة أشكال والوان، فيه صوت جديد، فيه أغنية جديدة لأي فنان، عثمان حسين، وردي، إبراهيم عمر، فكان فيه العيدية دي أول هدية، أغنية جديدة لفنان كبير، صوت جديد دخل الإذاعة لأول مرة، أو قصيدة لنعيمة، ويختاروا اسم شهرة طبعا في الوقت. وأنا ماشي باسمي مرغني محمد بن عوف جوا الاستوديو، محمد الزبير قال يا جماعة مرغني محمد بتبقى زي الناقصة كده، مرغني محمد تشعر إنه ناقصة، مرغني بن عوف، بن عوف دي خوفته اسم كبير وقام قال محمد مرغني، وكانت الانطلاقة بمحمد مرغني. الدول الأونير خش طوالي قال سيداتي سادتي نقدم صوتا للمرة الأولى فنان الشاب فنان محمد مرغني، وقد كانت الانطلاقة في أقل من دقيقة يتحول الاسم بقدرة قادر، وكان في مشارك في الحتة دي الأخ الأستاذ حسن بابكر، وأصبح محمد مرغني الفنان الجميل الذي يحشقه كل السودان. أستاذ محمد، نحن الليلة بصدد إظهار وإبراز الوجه الأجمل غير المعروف، الوجه الإنساني، الوجه الأسري، الجانب الآخر لمحمد مرغني الذي يهتم بمواهب عديدة وهوايات متعددة ومتنوعة. نحن عندنا مجموعة من الإفادات أخذنا من أبنائك، حنستمع لهم ونجي نعلق عليهم. طيب شديد وحبوب شديد، وحتى يعني شدت ما قريب لنا، حتى مع أصحابه هو أصحابنا، يعني أصحابهم ذاته قريبين لنا، علاقتنا مع أصحابه علاقات حلوة وعلاقات أسرية، والحمد لله يعني كويس، ربنا يديه الصحة والعافية. هو إنسان بيتعامل معانا كأخ وكصديق في الأمور، يعني اللي بتدعي الحاجة دي، وهو كفنان إنسان امتاز بالطيبة، إنسان طيب خالص، برغم إنه بيقولوا زول صعب وبيقولوا في قلبه على على لسانه، لكنه إنسان طيب خالص خالص. أبونا بيتعامل معانا كصديق، ما بيتعامل معانا كأب، ومخلينا على كامل حريتنا في البيت، لا يعني ما يعني يعني ما بتخصص معانا في أي حاجة، ومتعامل معانا كصديق حميم، ونمشي مع بعض في الأطراح في الأفراح في الحلة أو في الأهل. أهلا بكم من جديد، والوجه الأجمل يتواصل مع الفنان محمد مرغني، ويمكن استمعنا لمجموعة إفادات من أبنائك سلمى وسارة ووليد، ويمكن أجمعوا على أنه أنت نموذج لأب صريح وواضح، وزي ما قالت سارة في قلبه على لسانك ولا يخلو من صعوبة، والد لا يخلو من صعوبة، مع أنه في صداقة بينك وبين الأبناء. التدريس التدريس عودنا الجدية وعودنا الصح والغلط، صح صح والغلط غلط، في حاضرة الخطأ ما الصحيح مهما كان الخطأ. أنا عودتها لو لقيت خطأ من مزول مثلا ومن أي زول تاني كبير حتى طوالي بقول له ده خطأ، ما أصل الخطأ ده ما بفوته. ممكن تكون الصرامة واحدة من مكتسبات العمل بمهنة التعليم، يعني لازم المدرس لازم يكون، إذا ما بقى كده ما بكون مدرس ناجح، لأنه لازم تلامذته وطلبته يتعودوا إنه هنا في صح محاسبه، وهنا في خطأ مساويه وعليه عقاب، يبقى حاجات ما تمر يعني. خاصة إنه يعني أنتم من جيل أستاذ محمد كنتم حريصين على
ترجمت فعلا كلمة تربية وتعليم. التربية تسبق التعليم، وبالتأكيد لا يمكن أن ينفصل هذا الأمر بين البيت والمدرسة. اتخرجنا مدرسين في معاهد تربية، يبقى طريضة يعني مقترضة، وما حدش يوديه، ما في مدرس بيطلع ساكت يعني. حسي بعينه من أي مرحلة، يقول لك جامعة يتعين ويمشي يبقى مدرس، لا درس علمي نفس، لا درس تربية، لا درس مادة ذاتها شكلها كيف ما معروفة، يعني في حاجات بتمشي كده. ودنا خلى التعليم الدنا مقترضة، بيطلع لك معلم كامل ما في نقص نقص. دي أثرت في التعليم حسي الليله دي، حتى بتاع المرحله الابتدائيه ديل لو اديتي قلم عشان يكتب اي موضوع بيكون خطا. حتى الجامعين الليله وصلوا انه لو اديتوا يكتب مقال بتلقى كله خطا لغويا، لا همزه على الصفر. الاشكاليه لها علاقه تفتكر بالمناهج ولا بالاسلوب التعليمي؟ نعم قطع شك. طيب في سياق اخر مختلف استاذ محمد، يمكن نرجع ثاني للعائله والاسره. والفن مجال استحواذي جدا ويعطيك كثير من الشهرة، والشهرة بقدر ما تعطيك كثيرا أيضا في جوانب، بقدر ما تأخذ منك في جوانب أخرى. وهذا الأمر يحتاج لكثير من التفهم والتقدير وربما التضحية أحيانا من قبل أفراد الأسرة وخاصة الزوجة. كيف قدرت تتعامل مع هذا الأمر؟ لا أنا ما يعني زوجتي أنا صديق إخوانا، وعشنا مع بعض مع الأسرة دي قبل ما نتزوج، يعني عشنا لدرجة أنه بقينا زبنا في الأسرة، فزي فاهمين عارفين الحاصل. يعني أنا لما اتزوجت كنت قريب لأسر لوالدتها ولوالدها، أخوانا معاها ما بيتفارق، ولذلك شبينا على علاقات حميمة، وهذه العلاقات دي تواصلت يعني. طيب نحن قبل ما نواصل في حديثنا معاك وفي حوارنا وفي تسليط الضوء على كثير من الجوانب الخافية ربما على كثير من محبي محمد مرغني، عايزين نتكي معك وناخذ لنا أغنية قبل ما نواصل حوارنا. نسمع أغنية أحلم في الدنيا لنا، شاعرتها شاعرة كسلة أبو سينا رجب، نقول لها كيف أمسيتي، والحان الأستاذ حسن بابكر، أحلم في الدنيا لنا. من الخطوات ترابه
بين الخطوات تراب، لا بلاقي البهجة تاني ولا المنام يرحم هداه. أحلى ما في الدنيا ريتنا، وأحلى ما في الريت عذابه. قبلك يا حبيبي زي سؤال رايح جوابه، كنت قبلك يا وحيدي زي سؤال رايح جوابه، زي صغير فاقد حنانه والزمان لأم جابه، زي صغير فاقد حنانه والزمان لأمه جابه، وفارقت دمعات عيونه والجحيم العاج عذابه، وعادت أيامه الجميلة بعد ما طال انتحابه. أحلى ما في الدنيا ريتنا، وأحلى ما في الريت عذابه. أحلى ما في الدنيا رينا، وأحلى ما في الريت عذابه. أحلى ما في الدنيا رينا، وأحلى ما في الريت عذابه. والقليب العاش محنا، القليب العاش محنا، عمره ما بعرف مظنة، ما بعرف مظنة ولا كلام الناس. أهلا بكم مجددا، ويتواصل الوجه الأجمل للفنان محمد مرغني. ويمكن قبل ما نستمع لهذه الأغنية أستاذ محمد، كنا بنتكلم عن الأسرة وعن الأبناء والنهج اللي بتستخدمه في تربيتهم وكيف تتعامل معهم أيضا. أنا يمكن حابة أمشي في المجال ده أكثر، لأنه دايما الأشياء اللي لها علاقة بالأسرة بتكون قريبة إلى النفس وحميمة جدا، وذكرها حتى تستدعي لنا كثير من الإحساس بالهدوء ربما والاستقرار. طريقة التعامل مع مجال الفن يمكن يكون في بعض جوانبها فيها احتكار كبير جدا من قبل هذا المجال، وبتاخذ زمن كثير، فكيف بتقدر توزع هذا الزمن ما بين الاهتمام بالأبناء ومعرفة أخبارهم ومتابعتهم بشكل مستمر، وما بين اهتمامك أيضا بهذا المجال والتقدم فيه بشكل مستمر؟ نعم، وحصل مصادفة إنه كان ولدي الكبير أكبرنا أبو بكر، هو في سويسرا بيقرا ويعني شغال وموجود في سويسرا. ذاك هو كان رياضي وكان لاعب المورده، وحب المورده شديد. والثاني الاصغر منه علي دي برضه كان فنان، وفنان ومبدع وعازف، بيعزف كويس جدا. وانا بعدين هو بدا معي، هو صغير كان متعلق ب العازف ماهر تاج السر، عازف الكيبورد. ولانه كان معي في الفرقه وهو طفل صغير كان بيمشي معي، كان يمشي يقول لك انا ماشي معك الحفله، يمشي يكون راكب مع ماهر. اتاثر بماهر لدرجه انه بقى يضحك زي ماهر، يتكلم زي ماهر، بيعمل العزف بتاعه الستايل بتاعه تيبيكال بقى ماهر ذاته.
لكن ما كان عنده ميول نحو الغناء يعني. لا 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 ما صوته الموسيقى فقط. ما زي وليد. وليد صوته كويس. ف يعني علي كان عازف كويس مشى في الاخر فجأة كده قطع راي فيها في الشغلانية ذاتها. في العزف وفي فانا بعتبره زي ربنا سخته. لانه دي نعمة. انت الجزائري انا حاسس انت يعني رجل مستقيم ورجل حافظ ورجل خريج ورجل فنان ومبدع، لكن الفن بيضيف لك كثير، بيطهر نفسك وبيضيف لك وينقي روحك، وما اجمل حياه الفنان اذا عاش صح. نحن سرد الذكريات ده بالتاكيد بيكتمل بصحبه الاصدقاء واللي بتجمعنا بهم ايضا كثير من التفاصيل الجميله. نحن من ضمن افاداتنا اخذنا افاده من صديق العمر وزميل المهنة عمك انت ذاتك استاذ محمد احمد سركتي. نستمع الى ما قال. بيتميز حمراني بانه زول باره طويل، يعني ما بينفعل بسرعه، لكن لما ينفعل بينفعل بيكون شيء مخيف. وما بينفعل بسرعه، لكن لما يصل للذروه بيكون انفعاله يعني شيء قوي جدا يعني. فلذلك دائما هو تلقاه ما بدي فرصه لانه يعني انسان يحاول يسيره، يعني ما 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 في الإسارة بالذات يعني ما بدي فرصه لحاجه زي دي. بعدين من الاشياء الثانيه ممكن احنا درسنا انا وحمدان درسنا معظم نجوم المجتمع في هذا الوطن، يعني من معز عمر بخيت، بروفيسور معز عمر بخيت، سليمان محمد سليمان، قرين شطة، عباس بابك عباس المحامي، كثير من المهندسين، كثير من الاطباء، وكثير من العلماء في البلد دي كانوا تلامذتنا نحن. انا محمد مرغني من مدرسه العزبه الموجوده الحاليه دي هسي لحد الان ما زالت متميزه، وما زالت بيخرج منها شباب مستنير يعني. إذن التحية للأستاذ الشاعر محمد أحمد سركتي، استمعنا له في إفادة حول علاقته وحول شخصية أيضا محمد مرغني. أستاذ محمد في إشارة في كلامه بيقول إنه بالك طويل، لكن في مرحلة كده معينة إذا وصلتها بتكون صعب شديد. أكيد في تجربة يعني جماعتك بيهم وخلوهم يشوفوا الجانب الآخر اللي ما ظاهر لنا يمكن كثير. والله يعني حقه، بس انا بقول لهم دائما اذا رايت نجوم ليس بارزة ولا تحسب ان ليس يبتسم. نعم بالجوع الفون كنت بالجوع الفون دائما اقول لك احذر غضب الحليم يعني، ودائما نجعلين سخنين وما معلش يعني احنا يعني نتنبر ونحتفل تسمحوا لنا يعني نشكل رقبتنا وما قاعدين نخاف. ويعني بعدين قلت لك التدريس هو اثر فينا كثير، هو ذاته بالذات سركتي نفس الشيء يعني. فالواحد فينا لما بقينا بعد كده يعني الدنيا دي هي ما اصلها ماشيه، ما تلاويها ولا تمشي. وبعدين ابعد من الشر وغني له، واي حته ممكن يكون في احتكاك خليك بعيد، يعني شغالين كده يعني. ما مع انه بيبدو على محياك الهدوء التام يعني، ما في شخص بيتخيل انه ممكن تصل فعلا المراحل دي من الغضب. احب اكون دائما هادي، واحب انا بفتش الضحك. انا صحباني كلهم لو خديتهم كده بتلقون كلهم فكاهه ماشيه يعني. مرات احنا نقعد 9 اصحاب يعني بنضحك الليل كله، فبنغسل احزاننا. طبعا احيانا تحكي لنا صور كثير من المواقف اكثر من الحديث نفسه. ونحن بندعوك الان لانك تفتتح لنا معرضك الشخصي وتحكي لنا عن مواقف وذكريات هذه الصور الموجوده. تفضل استاذ. بسم الله. بسم الله. يعني بدي يعني ليندا. ها؟ تفضل. ليندا؟ يا سلام عليك يا اخي، انت
خلاص انا ولدي اللي هو عروس يا ولد بسم الله. مجموعة من الصور بسم الله اللي بتحمل لنا أيوة. ذكريات كثيرة. نبدأ بالصورة الأولى. دي الصورة دي في كان مشروع العطش بدري في السبعينات والحفلة دي كان في القضارف. منو من العازفين الظاهرين في الصورة؟ عندك على يدك اليمين الكورديون صلاح موسى كمان حسن فضل والمرحوم مبروك والولد ما ظاهر لي لكن في الوش الظاهر دي الآخر ده أحمد المبارك عليه الرحمة رحمة الله. نعم. الصورة الثانية. الصورة الثانية دي بقى دي سنة 64 يا دوب أنا فنان جديد ودي لقطة في التلفزيون القومي والاستوديو ده كان عبارة عن صندقة بتاعت أبلكاش بس. تذكر لنا كانت سنة كم؟ 54 55 56 56 لا أيام الصبا و60 65 66 ودي أنا والأشواق الأغنية دي. وعندك على يدك اليمين الله يرحمه رابح كمان اثنين كمان الشايقي حسن ومع السيبيا ده برضه العازف الطيب والإيقاع الطيب والإيقاع ده المزارع. نعم. طيب الصورة الثالثة دي يبدو دي أنها في مكتب المدرسة السيد بصحة في الكراسات دي هنا أستاذ محمد مرغني المعلم دي مدرسة العزوة العزوة قبل 60 كان عندك امتحانات هنا ولا شو مصحيح والله في زمان الشغل يعني ودي كراسات دي كراسات أيوة. أيوة. والشغل كان كثير دي ايام الكوره الله ده الامير البحراوي والاهداء ده من الجول بتاعي اللي هو كابتن ادوار منير فدي كان في النادي انت الثالث في الصف اللي تحت لا رقم 3 عندك فوق عندك اليمين المرحوم بركيه عبد الله محمد خير بركيه بعده عمر العطا بعده شريف رضي الله بعده أحمد حسين الرضي وبعده عباس مرحوم وآخر واحد في الصف الفوق أشول كابتن الفريق. الجلوس تحت على يدك اليمين المرحوم بكري فرح عليه الرحمة وإدوار منير اللي هو شقيق إدمون منير بعده أنا رسام الكاريكاتير المعروف وبعده أنا طوالي وبعدي على الشمال نصر الدين قسم الله لكن التيم ده ناقص زول وانا ما عارف كنت حاولت لعبت فتره طويله في الامير البحراوي 61 لحد قولي 64 نعم. طيب الصوره دي الصوره دي 74 مع أستاذ التخريج بتاعنا في معهد الموسيقى الاستاذ علي مرغني طبعا دفعتنا والاستاذ العميد المرحوم احمد مصطفى كان ادوه الشهاده الفخريه وعدينك ده طبعا انا فدي كانت لقطه يعني الواحد احتز بيها لقطه جميله والله ايوه يعني علي هو استاذنا ورئيسنا واحمد زعيمنا وهو الرجل اللي انا بالذات بالنسبه لي الرجل اللي علمني كيف اغني. اللقطه الاخيره بتجمعك بالشهيد ياسين عربي. ياسين عربي واحمد عباس دي كانت سنه 90 في الجنوب في حته اسمها دنقله فأنا مركت بالفرقة بتاعتي ومشيت القيادة وغايد السلاح كان في جوبا أخونا ود اللواء حسن ود المامور الله يرحمه كنت بتعملوا زي حفلات وكان دفعتنا بتعمل معنوي والله يعني. أنا مشيت لأنه مدير البنك كان بنك السودان مديره أخونا حسن محمد علي والغايد دفعتي قرينا سوا مامور حسن محجوب يعني دفعة وأحمد عباس صديقنا معانا في الحي برضو وقلت له أنا جايكم أغني لكم فقام قال لي يا زول حتى صحبة
ما بتقدر عليها. قلت لها ليه؟ ما هو انت فاهم يعني شنو؟ اجرينا سوا وكلنا اولاد جياشه ما عندنا مشكله. وكانت الرحله. فعبد المرحوم ياسين عربي عليه الرحمه. اذا حكايا وخفايا ذكريات وصور مع محمد مرغني والوجه الاجمل. كلمني حاول حس بي عاتبني خدت اللوم علي. كلمني حاول ارمي اللوم علي. كلمني والكاين يكون. كلمني يا حلو العيون. حيرني صمتك يا حنون. وين كلمني حاول حس بي عاتبني ارمي اللوم علي. كلمني والكاين يكون. كلمني يا حلو العيون. بيفرق كتير عمل حلو لو يبقى مر. وبيفرق كتير يفرق كتير الحاسب كل يوم يمر. بيفرق كتير يفرق كتير عمل حلو لو يبقى مر. يفرق كتير تمر بي من غير كلام ولا حتى بس همس السلام. وتمر بي من غير كلام ولا حتى بس قول السلام. وتمر بي من غير كلام وحتى بس قول السلام. كلمني حاول حس بي عاتبني خدت اللوم علي. كلمني والباين يكون. كلمني يا حلو العيون. لو شفت كيف لو شفت كيف مروا الليالي. لو شفت كيف لو شفت كيف مروا الليالي. حال المساكين الحيارى كأنه حالي. حال المساكين الحيارى وكأنه حالي. بتذكرك أنا والشواطي مع العصاري. بتذكرك أنا والقماري مع العصاري. همسك وصمتك والنسيم ساري خيالي. همسك وصمتك والنسيم ساري خيالي. بتذكرك أنا والهوايس والظنون. حاول السبيه أرمي اللوم عليا.
اللوم عليا حاول حس بي ارمي اللوم عليا حاول حس بي خد اللوم عليا كلمني والكاين يكون كلمني يا حلو العيون حيرني صمتك كلمني يا حلو العيون حيرني صمتك يا حنون كلمني يا حلو العيون أهلا بكم مجددا وما زالت رحلتنا برفقة الفنان محمد مرغني مستمرة ويحكي لنا كثير من الأشياء ربما التي لا يدري بها معظم محبي ومعجبي. أستاذ محمد أثناء كاميرتنا ما بتتجول بداخل منزلك لاحظت وجود مكتبة كبيرة زاخرة وعامرة بالعديد من الكتب وده بيكشف لنا في جانب من الجوانب إنك مهتم كثير جدا بالاطلاع. شفتي إحنا زمان المدارس دي في حصة بتاعت مكتبة صحيح يعني أسبوعياً أنت عندك كتاب متلخصه في نص صفحة والأستاذ يشوفه وتشيل كتاب تشيل كتاب جديد لاحظ في كل أسبوع معناتها في السنة أنت تكون قريت 52 كتاب وبتناقش أحياناً الكتاب كتاب اللي أنت قريته ما أنت لازم تكتب تلخصه الكتاب يتحدث عن شنو مؤلفه فلان الفلاني يتحدث عن كذا القصة كذا القصة انتهت بكذا والأستاذ يشوف يديك كتاب وهكذا أسبوعي أنت جنوب بتقرأ بعد ذاك نحن مشينا المعاهد التربية بقى كانت الأساس الشغل بتاعنا مكتبة يعني أنت بيكون عندك بحث تاريخ بحث في شخصية وطنية تاريخية يكون عندك بحث كتب شغال فيه للمكتبة يكون عندك بحث في الزراعة يكون عندك بحث في أي موضوع يكون شغال في بحوثك وعندك قراءاتك الثانية في حصة المكتبة في الفصل يعني كل دي يقول لك مكتبة انت بتقعد دي بتكون فول 45 دقيقة بتكون بتقرا فيها بنلاحظ طبعا الان انه الاهتمام بالقراءة انحسن جدا لا 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 واصبحت امة تقرا لا تقرا كمبيوتر حسيها قريت شنو ما في قراءة انا حسي اولادي في البيت المكتبة دي ان شاء الله زول فتح لي كتاب فيها ما في شفت كيف؟ ف يعني وبعدين يا جماعة زمان الكتاب رخيص يتخيل ان احنا طلبه يمكن واحده من الاشكاليات الكبيره يعني الكتب يعني مثلا سلسله الهلال بعدين في الاشتراك في نظام الاشتراك في المكتبات في المدرسه ذاتها مثلا كتاب الهلال بيشيلين بخمسة قروش كتاب اقرا بخمسة تلقى مثلا كتب العقاد مثلا كتب العبقريات تلقى كتب علي الجارم طه حسين كلها بخمسة قروش الكتاب يجيك ريدر دايجست ريدر دايجست ده بيجيك باللغتين بالانجليزي وبالعربي انت ممكن تشتري ريد دايجست بالانجليزي وتشتري ريد دايجست تقرا باراجراف باراجراف تقرا مثلا 10 سطور تقرا استعصت عليك حاجه في الفهم ترجع للمعربه تقرا هناك ولذلك يعني كله بيهتم المكتبه الانجليزيه كثيره جدا بعدين احنا زمان كنا مغرمين بالانجليزي ونحب افلام الكابوي والافلام الانجليزيه ياما في كتب قريناها كانت افلام ريد روب وإيفانو مثلاً يقول لك ريد روب وألان كوترمان مثلاً روبنسون كروزو في كتب كثيرة دي في المكتبات ونخش على السينما الكتب دي محتفظين بها لحسن إحنا أنا حسي عشان أعمل ريفرشي برجع للكتب دي أقرأ فيها تاني من الأول كتاب الهلال كتاب الهلال كتاب اقرأ في المجلات المجلات الشهرية كان في الرسالة كان في كتابات بتطلع أسبوعيا اللي هي الكتاب بتاع اسمه شنو هو اللهم صل على النبي الزارات أسبوعية لا كتاب هو هم كتب كبيرة لكن طلعوها المصريين في كتيبات صغيرة الأغاني لجانب تاني مشهور به هو محمد مرغني نعم. أنت هلالي متعصب جداً وفي وقتي من الأوقات حنتكلم برضو حنتكلم في القصة بتاعت إنه ليه كان زمان والله ولعبت لفترة طويلة في الأمير البحراوي إحنا في مدربان زمان كنا بنلعب الدافوري ده بكرة الشراب بعدين في الأحياء يعني مثلا السيد الوكي
تلقى فيه ناس عباس الكويل، وتلقى فيه التقر، وتلقى فيه اسمه شنو هو جقدول، اللعيبه الكبار بتاع المريخ مثلا والهلال في الحله بيلعبوا قبالنا، نحن نلعب وراهم ونتفرج فيهم. يعني الناس مو راعيين يجوا من البيان يلعبوا معانا، يعني احنا نمشي البيان بغادي نتفرج فيه الحبشي برعي ولعيبه كبار موسى حبه حبه والتقر ويتفرجنا. نحن في المدرسه الهلال المريخ بتكون من الدافوري هنا، تمشي المدرسه هلال المريخ. بعدين انا قريت في الاحفاد قبل ما هذا الهلال ده يمشي محله ديه، كان قبل ما يجي نادي الخريجين كان اخذ سنه جنب بيت السير عباس هنا جنب المستشفى بتاع المناطق الحاره، مستشفى المناطق الحاره في شارع بيجي من 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 الفنون الشعبيه ده جنب بيتكم انتوا، بيجي ماشي بيمشي كده لحد شارع الزلط. نادي الهلال اخذ له سنه في بيت السير عباس ديه، بعد ذاك مشى جنب نادي الخريجين، من نادي الخريجين مشى الموقع الحس، هو جنب نادي الخريجين بيجاي نادي الهلال في نفس الشارع، تمشي شمالا في بيت وفي النخل اللي حسي قاعده والبوابه بتاع الناس ابو العيله، وانت شارع السيد علي في البوابه الكبيره بتاع الناس ابو العيله، الركن نادي المريخ. نقدر نقول اختيارك لمجال الفن كان خصما لاهتمامك بالرياضه؟ والله شوفي انا ولدوني وعملوا لي سمايه في حي السيد المكي، حينا جدا السيد المكي في ميدان كده ميدان الحديد ده كان فيه السمايه بتاعتي، وفي الاسماعيليه الذكر بتاع النوبه كان شايني وانا طفل سرور، وهو صديق الوالد، وابوي وسرور عندهم عربات بيقوموا من النورمان دي بيمشوا بيعبروا بحري بشارع الحاج يوسف ده اللي اسمه شارع كسلة ده مسموه قال الناس بحري وكسلة 90 درجة، يعني انت من القضيب بتاع الحاج يوسف سكة حديد لو بنبلة فكيتي نبلة الحجر بيدق في الجبل في كسلة 90 درجة، ولذلك كانوا بيمشوا ناس والدنا بيمشوا كسلة اهوبهم يشيل عيوش يجيوا معاهم حاجات ذهب مش عارف ملابس حاجات زي دي. ف السرور ده كان شايلنا في شوف حكمة الله بعد كم سنة وأنا عمري 50 سنة قبل 3-4 سنين أنا في أسمرة أعدت تعمير قبر سرور، يعني الرخام اللي فيه رخام كبير نغيب الفن السوداني الحاج محمد أحمد سرور يتوفى كم 30 كم 40، بعدين في رخام بجنبه الأستاذ كرف كاتب بعض الأبيات عن سرور يمجد فيه يعني سرور، يعني كان الاحتفاء كبير بميلادك. نعم ويعني انا قمت هو يعني سرور يقول اداني من انفاسه شربت منه من دقات قلبه فلازم يقول اثرت به. بعدين حينا ذاته ومدرمان ذاته ما غنيه، ومدرمان دي بالحقيبه والهلال والمريخ والكتب والمكتبه والقرايه وقديس والسينما الوطنيه وارونتي ويوسف الفقي مطعمة بالأدب والفنون والدنيا كلها عبد الرحمن، ولذلك شفت السينما عبد الوهاب الوردة البيضاء اصفهان نور الهدى وعبد الفريد الأطرش، يعني دي كلها كانت السينما دي غنية. بعدين الوالد عنده الفونوغراف از ماستر فويس ذات عنده الاسطوانات الليبرة دي، ولا واحد في البيت ولد واحد، يعني كان ابوي كل يوم يجيب لي علبة بتاعت صفيح كده فيها ايبان، بقعد بنجي من المدرسة أنا البلاي والصوانات شي بنت بسمعه أم الحسن الشاقية التوم عبد الجليل إبراهيم عبد الجليل جدي العزاز الرومي خزاز، شفت الغنى ده كله وليه حس الصوانات دي قاعدة واحتفظ بها، ودي فتحت مداركك دي خلتني أنا أسمع. بعدين في حلتنا في حينا بيت المرحوم عبد الله بن خليل في الركن هنا في شارع السيد علي ضربه طوالي حسن عوض ابو العيله، حسن عوض ابو العيله في البيت ده والزمان ده كان جه من مصر، واتذكر كان عنده عربيه ناش بيضاء كده فيها اللي هناك بتفتح تتفتح بالقماش وهو مقعد بيقعد في العربيه دي. احمد المصطفى كان ملازم الحي فكان بيجي، حتى احنا صغار انا اتذكر يعني كنا بنطلع في شبابيك ونسمع احمد المصطفى
وصادف انا قلت لك الكلام ده قبل كده، قلت احمد المصطفى ده، قلت لي يا استاذ احمد بعد ما كبرنا وهو استاذنا وهو علمنا بروتوكولات كيف نتكلم، كيف ناكل بالشوكه والسكين، كيف نلبس، كيف نكون دبلوماسيين، كيف دبلوماسيه. سفير احمد سفير، ما سهل احمد ده، ما في اخو ما في سفير. فاتذكر قلت له استاذ احمد انا صغير رفعوني في الشباك وانت بالعود مقبل لكن ما شايفني، كنت بتقول غاسل فؤاد يا غاسل واذكر هواي يا ناسي. الزمن ده الغلوه دي كانت. استاذ محمد سعيدنا جدا بوجودك معنا اليوم، معلم ورب جليل. داير يكون معايا زول زي سركتي ده، ومن العجائز المدرسين وفي لعبه الكوره اللي لعبنا سوا. نحن يعني الحمد لله استمعنا لارائهم يعني كمان يعني جكسة معانا في الميدان، ناس جكسة وناس المعروفين العجائز المعروفين حسي ديل كلهم لعبنا معاهم. اذا محمد مرغني المعلم والمربي الجليل، الاب والانسان والصديق، كل هذه أوجه جميلة استعرضناها اليوم عبر برنامجنا الوجه الأجمل. لقاءنا يتجدد إن شاء الله الخميس المقبل نفس الزمان. أطيب المنى، إلى اللقاء. شوف كم زمن ما شلنا هم ولا عشت يا قلبي العذاب، سرحت في ليلك شجون بعرفت ليه دربك معاك، الحب طريق محفوف صعاب، ده الحب طريق محفوف صعاب، وانت لسه في أوله في أوله الحب طريق قاسي صعيب من أوله من أوله، ما أرضيت كلامنا جيت براك أهدى العذاب يتحملوا يستحملوا. قلبي قالوا الحب عذاب، يا قلبي قالوا الحب عذاب، وفراح حافيها الألم في ظل ما نخشى المصير، في صفاهما نفقد عشم، صدقني مهما ليك ظلم، صدقني مهما ليك ظلم، ما عظيم حنانه بدلو بين بدلو، ما قلنا ليك الحب طريق قاسي صعيب من أوله كلامنا جيت براك أهدى العذاب اتحملوا استحملوا. مرت سنين الشوق معاك ولا هل في دنياك ربيع، عانيت جحيم الحب وفاك
جاست حلاوة تريتمو راضي وسعيد في الويل تضيع رضيان سعيد في الويل تضيع وتصير طريق ما بتوصلو ما بتوصلو ما قلنا ليه الحب طريق قاسي صعيد أول من أول ما رضيت كلامنا جيت براد أعود العقاب يتحملوا يستحملوا ما قلنا ليه قلنا ليه